ما زال مفقودو تظاهرات تشرين لا يعلم مصيرهم حتى هذه الساعة. التظاهرات التي حدثت في تشرين الماضي كان لها وقعها وتأثيرها على الشارع العراقي وعلى العائلة العراقية تحديداً. أسامة الإعلامي والناشط المدني الذي كان يدعم المتظاهرين السلميين إعلامياً في ساحة التحرير خرج من بيته ذات يوم ولم يعد. التقينا بوالدي أسامة وروى لنا وناشد من خلال شاشة التغيير عسى أن ينظر في أمره. كان يطلع ساحة التحرير بصفة مصور إعلامي يوثق هاي الأمور اللي بالشباب كذا، مطالب الشباب، أمور الشباب، لأن هو هم شاب وهم عدة، لأن هو قاعد عاطل عن العمل، فطلع للتحرير يطالب بحقوقه حال الشباب هاي اللي طلعت على حقوقها وداعي بحقوقها كتعيين كعمل كوظيفة. باشر من شهر العاشر لحد الشهر الواحد 3/1 اجانا الخبر، لان هو كان يطلع الصبح يجي الساعة 8 7:30 بالبيت، هو ذاك اليوم تأخر للتسعة، خابرت عليه تليفونه مغلق. صار جيب دحين شكيم هاي احنا طبينا بالشهر 9 3/1 هو اختفى. لم يكن أسامة مرتبطا بأهله وأقربائه فقط، إنما كان له وقفات مساندة للكثير من المحتاجين. ذو الفقار، أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، كان أسامة سندا له بالمقام الأول بعد تخلي عائلته عنه ليقطع عنه كل شيء بعدما فقد أسامة. أسامة كل احتياجاتي كان يوفرها لي، كل احتياجاتي من علاج مع السكر، من أكل، شرب، جقاير، أي شيء، أي شيء كان يوفر لي، وكان مسوي لي راتب، يعني هو من العالم اللي ساعده 50,000 بالشهر. هو موفر لك راتب؟ أي هو يجيب لي، هالمرات يعطيني من جيبه، وحتى يجي يعني يساعدني كما أصعد على الشرباية أرد أسبح، هاي ضايق يجيني هو طبعاً. طيب الحمار شنو يقرب لك؟ ما يقرب لي، تعرفت علي على فيس. أسامة ومحمود ووائل والكثير من الأسماء الشابة التي فقدت في التظاهرات وما بعدها، لتوضع استفهامات كثيرة أمام مجهول حرم الكثير من العوائل رؤية أبنائها. ملف المفقودين ما زال شائكا ولم تجد له الحكومة أي صورة حل، لغز أصبح معقدا وصعب حله لما في الأمر من ملابسات كثيرة. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.